زي ما قلت لحضراتكم، انا من ساعه ما قريت التفاصيل او حاولت افهم يعني شويه عن التفاصيل الخاصه بانه في اطفال ماتت على ايد او اتقتلت على ايد امهم باتفاق مع ابوهم وباجبار او من مؤامره مع مرات ابوهم التانية. كلام ما يتحكيش في الحقيقه، يعني كلام فعلا لو دخلت شفته في فيلم مش هتصدق انه ده فيلم رعب، وهتقول انه ده يعني اولا الفيلم ده ما ينفعش ينتج في مصر، احنا هنقول انه ما فيش حاجه زي دي في مصر وهنبقى رافضينها جدا، ولو شفناه في امريكا هنقول انها انا اسف هنقول انه فيلم بيبالغوا فيه وهنقول انه ما فيش حد بيعمل كده. لكن مع الاسف الشديد زي ما قلت لحضراتكم، وده حوار مؤجل النهارده مع الدكتور مبروك عطيه، فجور النفس وتقواها، تقواها نفهمه، انما ازاي الفجور يوصل لكده هنشوف. القصة ابتدت لما جينا اشترينا البيت ده من سنة ونص بالظبط، اشتريناه وهو فيه 3 شقق ساكنين ايجارات جديدة. من ضمن الشقق دي في واحد كان اسمه احمد عبد القادر ساكن في شقة ومعاه 2 ستات متجوزهم. قعدت هنا حوالي 3 شهور ما كنتش بشوف الستات دي خالص، كنت بشوفه هو بس، ومفيش اي صوت كان بيصدر من الشقة، ولا صوت ستات ولا اطفال. لحد ما جيت في يوم عرفنا ان في نشع للشقة اللي تحتيه، فطلعت خبطت عليه وقلت له يا احمد في حاجه في السباكه عندك بايظه وانا عايزه اخش اشوف ايه اللي بايظ. فلاحظت انه بيقول لي لا مفيش حاجه عندي، فقلت له لا معلش، رخمت بقى وقلت له لا هدخل. دخلت اتفاجئت اني لما دخلت الشقه ان الشقه اللي هم قاعدين فيها على البلاط ما فيهاش ريحه العفش، فهو زود شكوكي اكتر لحد ما خلاني قلت لجوزي معلش انا مش مرتاحه للناس دي، وما دمت انا مش عارفه اوصل لحاجه يبقى احسن حل ليهم ان خلاص فاضل شهرين وعقدهم ينتهي يمشوا. خبطت عليه فتح لي، قلت له يا احمد بعد اذنك انا احنا محتاجين الشقه وانت فاضل لك كده شهرين تكون لحقت تتصرف وتشوف سكن، احنا مش هنجدد عقودات تاني. فوقف يقول لي معلش يا ام بسمله طب اصبري عليا يومين. هو كان مكوم عليه نور وصلات نور 1500. فخرجت جت وراه مراته اللي هي كبيره في السن اللي اسمها هاله، فوقفه بتتكلم معايا بتقول لي معلش يا ام بسمله اصبروا علينا يومين وكده. بتقول لي عامه اطمني احنا مش هننزل العفش الا لما ندفع الفلوس. فانا اتريقت وبقول له هو فين العفش ده اللي انتوا هتنزلوه؟ ده انتوا ما عندكوش اي حاجه في شقتكم، انتوا قاعدين على ايه؟ فقال لي لا اصل العفش في الاوضتين. المهم لما قلت له افتح لي الاوض قال لي طب اديني ثواني، وراح داخل الاوضه غف الاوضه حوالي 2 3 دقايق ولقيته خارج مفاجئني بقى بايمان اللي انا مقابلها حامل وسليمه وما فيهاش حاجه. لقيتها خارجه عباره عن هيكل عظم، شعرها محلوق وعينيها مفقوعه شكلها بشع، وهو خارج صاحبها كده جلبيتها اتشمرت كده من هنا واخده هنا سكينه، واضح انها سكينه تلمه راحت وجات كتير لدرجه كرمشت الجلد. منظرها كده خلاني احنا كنا يوم 3، قلت له اعمل حسابك يوم الجمعه اخرك. يوم الخميس لقيت ايمان دي اللي هي العميه قاعده على السلم ولابسه هدوم مبهدله كده، فبقول لها ايمان انت ايه اللي مقعدك كده؟ لقيتها مش عايزاني اتكلم، بتشاور لي على بقي يعني اسكتي عشان مش عايزه هلا تسمعني. قلت لها انت في حاجه؟ قالت لي انا عايزه اتكلم معاكي. جبتها وخدتها قعدتها، عايزه تقولي ايه؟ قعدت تقول لي بقى ان احمد بيضربني، ولقيت اللي انا شفتها دي حاجه بسيطه على اللي جوه في جسمها، فعلا في ضربات جامده وقصص شعرها. فبقول لها طب انا كنت شايفاكي عينيكي كانت سليمه، ايه اللي عمل في عينك كده؟ قالت لي احمد. لقيتها بتعترف لي بقى بتقول لي احمد وهاله خلوني موتت عيالي. قلت لها موتيهم ازاي؟ قالت لي كانت هاله بتملى لي طبق ميه كبير ويخلوني اغطس دماغ العيال عيله عيله لحد ما روحها تطلع، وبعد كده يحطوهم في شنط سفر ويتخلصوا منهم. طب هما كانوا كام عيل؟ قالت لي كانوا بنتين ملك وجنى 3 سنين و2 سنين. فانا بسالها انتوا موتوا العيل دي امتى؟ قالت لي ده في شهر رمضان اللي فات، لا اللي قبله. قلت لها طب اللي انت بتحكي ده قبل ما انا اجي اقعد في البيت اصلا، لكن انا لما جيت قعدت شفتك وانت حامل. قالت لي ايوه ما انا حملت بعد الولاد بعد البنتين دول بحوالي سنه، حملت تاني وخلفت هنا في الشقه جبت ولد. فبقول لها طب هو فين؟ قالت لي ما هم برضو بعد ما ولدته جابوا لي طبق ميه وخلوني موته. قرروا بقى الاثنين احمد وهاله اتفقوا مع بعض عشان ما يعرفوش ما يروحوش في داهيه انهم يخلوا ايمان هي اللي تموت العيال ويصوروها فيديو وهي بتموتهم عشان ما تقدرش تفتح بقها. وفعلا الجريمه تمت، هاله كانت بتملى طبق الميه وايمان اللي كانت بتفطس العيال في الميه واحمد كان بيقف يصور. وبعد كده حسب الفيديو اللي انا شفته ايمان بعد ما موتت العيال كانت هي اللي بتلفهم في اكياس، وقبل ما تلفهم في اكياس كانت بترش عليهم بطاس وكلور
عشان ياكل جسمهم. وباينه في شريط الفيديو ان هي بتكيس وجنبها لزق، بتقطع اللزق بسنانها ولزقتهم لهم وتمام، خدوهم في الشنط وراحوا الاثنين هاله واحمد راحوا رموا البنتين في رشاح المرج. نفس الكلام تم لما الولد اتولد وهو لسه مولود، جابوا لها طبق الميه برضو خلوها موتته، والولد متصور برضو في فيديو لوحده، وبعد ما مات لفوه في قماشه سمراء ورموه في نفس المكان.